ده اللي هي الريجن او في المنطقه اللي يكون فيها سويتش ماله سويتش اون. ف كده عوضنا من الريليشن اللي فوق هنا بقت الفي اس في الاي ال في الدي يساوي الفي اوت سكويرد على مين؟ على الار. يعني لو انا عايز اطلع بقى الاي ال الوحيده في طرف عشان احسبه يبقى الاي ال هو عباره عن كام؟ عباره عن في اوت سكويرد على في اس في الدي في الار. تمام؟ انا كده طلعت علاقه تربط الاي ال بالفي اوت بالايه؟ بالفي اس في الدي والار. طب ما احنا كمان عارفين احنا استنتجنا ان الفي اوت يساوي ماينس في اس في الدي على واحد ماينس دي. تمام؟ فاحنا ممكن برضو نشيل الفي اوت ونحط مين؟ نحط الفي اس. يبقى في اس سكويرد دي سكويرد على في اس دي في الار في واحد ماينس دي ايه؟ سكويرد. يعني ده مع السكويرد ده مع السكويرد يطلع في اس دي على واحد ناقص دي سكويرد في الار. تمام؟ او ممكن بقى ان احنا نعبر عنها بالباور، ممكن نقول ان هي بتساوي في اوت على في اس فين؟ في الدي. اي شكل ممكن، احنا خلاص عرفنا كل الريليشنز، تبدا ان انت تظبطها. يبقى انا كده ده عشان احسب مين؟ الافريج كرنت اللي هو سميناه الافريج كونتينوس كرنت بتاع مين؟ بتاع الكل. طيب احنا كده عرفنا الدلتا اي ال وعرفنا اي ال افريج. طيب من الاثنين دول اقدر استنتج مين؟ الاي ال ماكسيمم والاي ال ايه؟ مينيمم. اهو من الجراف بتاعنا من الشكل بتاعنا انا لو عايز احسب الاي ال ماكسيمم انا كده دلوقتي حسبت مين؟ الافريج. القيمه دي الافريج ده لو انا جمعت عليه دلتا اي ال على 2 يبقى الاي ال ماكسيمم هو عباره عن الاي ال اللي انا حسبته فوق بلس دلتا اي ال على 2. طيب الدلتا اي ال اللي احنا كنا حسبناها لو الناس ترجع ليها الاي ال اللي هو بكام؟ اللي احنا شفناه فوق اهو في اس في الدي على 1 ناقص دي كل سكويرد في الار بلس دلتا اي ال على 2 اللي هو بكام؟ في اس في الدي على الاف ال. وهنا في كام؟ وهنا في 2. يبقى انا كده جبت الاي ال ايه؟ الاي ال ماكسيمم. نفس الفكره عشان احسب الاي ال مينيمم هيساوي كام؟ الاي ال ماينس دلتا اي ال على كام؟ على 2. يعني في اس في الدي على 1 ناقص دي سكويرد في الار ماينس في اس دي على 2 اف ال. انا كده حسبت الاي ال افريج، حسبت الاي ال ماكسيموم، حسبت الاي ال مينيموم. بس في عندي كونديشن مهم لازم اتحقق منه عشان اثبت ان الاي ال افريج بتاعي او الاي ال بتاعتي كونتينيوس كارنت، يعني ما بوصلش للصفر، فلازم اتشيك ان الاي ال مينيمم اكبر من او تساوي الزيرو. انا لو جيت طبقت فوق هنا يعني الفي اس في الدي على 1 ناقص دي سكوير في الار بلس اكبر من او تساوي في اس دي على 2 اف ال. في اس دي مع في اس دي بلس يطلع في الاخر ان ال لازم تكون اكبر من او تساوي او ال مينيمم اكبر من او تساوي 1 ناقص دي سكوير في الار على 2 اف. ده الريليشن اللي لازم احققها اقل ما يمكن ان ال بتاعتي تكون بتساوي 1 ناقص دي سكوير كل سكوير في الار على 2 في مين؟ الاف. عشان الاف ده سويتشنج فريكونسي، الار ده اللود ريزيستنس بتاعتي، والدي ده مين؟ ده الديتا سايكل اللي انا مختاره. تمام؟ يبقى انا كده عملت تشيك لمين؟ للدلتا للال مينيموم اللي هختارها في الدايره اللي موجوده عندي. تمام؟ طيب اخر بقى حاجه في المحاضره النهارده هنتكلم فيها هي تاثير الدلتا سوري تاثير الايكويفالنت سيريز ريزيستنس بتاعت الكباسيتنس. الكباسيتنس اللي انا واخدها في الدايره بتاعتي هي كانت بتعمل دلتا
في اوت خلاص. احنا معلش نجيب الاول قبل ما نحسب الكوفلنت سيلز ريزيستنس زي ما احنا كنا ماشيين من السيكونس صح، ان عايز اشوف تاثير. احنا الفي اوت احنا قلنا الكاباسنس سي اكبر بكثير جدا، عشان كده قلت الفي اوت ماله هو كونستنت فاليو، لكن في الاصل ما اقدرش اجيب حاجه كاباسنس كبيره قوي. فانا بقول ان هيحصل في تغير في الفي اوت، يعني الفي اوت لما اجي ارسمه هلاقيه حاجه بالشكل ده كده اهو. لو جيت رسمت الفي اوت ده الفي اوت هلاقيه هو بيوسيليت حوالين مين؟ حوالين فاليو. ده الفي اوت افريج بتاعي هو الكونستنت، هيكون له قيمه اسمها ايه؟ دلتا في اوت. ليه هتنشا الدلتا في اوت؟ هتنشا نتيجه تاثير مين؟ الكاباسنس. طب ايه اللي بيخلي الكاباسنس بتاعته التشنج يحصل فيه تشنج في الكاباسنس؟ نتيجه تغير الدلتا كيو فين؟ في الكاباسنس. واحنا قلنا قبل كده ان الدلتا كيو هي عباره عن مين؟ سي في دلتا في اوت. طيب ما الدلتا كيو اصلا من الديفينيشن بتاعه هو بيساوي كام؟ انتجريشن اي سي اوف تي دي تي. طب نيجي نشوف كده فين الاي سي بتاعي؟ هذا الاي سي اهو خلاص. فانا لو عايز اشوف التشنج اللي بيحصل في الاي سي انا بتكلم او الانتجريشن بتاع الدلتا اي سي دي تي، فهو عباره عن الاريا اندر ذا كيرف اللي هو ده. ده اللي هو مين؟ الدلتا كيو. القيمه دي بكام؟ في اوت على ار. والديوريشن ده بكام؟ دي في تي. يبقى الانتجريشن اي سي دي تي فاين تي هو عباره عن الاريا اندر ذا كيرف اللي هو عباره عن مين؟ مساحه المستطيل اللي هو عباره عن في اوت على ار مضروب في مين؟ في دي تي. لو سويت الطرفين دول ببعض يبقى سي دلتا في اوت يساوي في اوت دي تي على ار. يعني ممكن اقول ان الفي اوت او الدلتا في اوت سوري على الفي اوت يساوي كام؟ يساوي دي تي على ار سي بلس يساوي دي تي على ار سي. يبقى انا كده كل الايكويشن دي باين اهو ان كل ما الكباسنس بتاعته تكون كبيره كل ما الدلتا في اوت يكون ايه؟ يكون اصغر. يعني الفي اوت يكون ايه؟ يكون كونستنت مفيش فيه الريبلز اللي بتحصل عندي. تمام؟ طيب لو انا بقى دخلت التاثير اللي كنت بقول لك عليه تاثير السيريز ريزيستنس. لو ده الكاباسيتنس وده ريزيستنس ده الايكويفلنت سيريز ريزيستنس هتعمل دلتا في اوت للايكويفلنت سيريز ريزيستنس. وده عمل دلتا في اوت بالنسبه لمين؟ للكاباسيتنس. التغير بالنسبه للكاباسيتنس دلتا في اوت بالنسبه للكاباسيتنس عرفناها منين؟ من الريليشن الظريفه اللي احنا استنتجناها مع بعض. طيب تاثير بقى الدلتا في اوت بالنسبه للايكويفلنت سيريز ريزيستنس زي ما كنا بنقول في الاسبوع اللي فات هو عباره عن حاصل ضرب الكرنت اللي هو الاي سي كرنت مضروب في مين؟ في الريزيستنس بتاعت الايكويفلنت سيريز ريزيستنس اللي هي اسمها ار سي. فالدلتا في اوت الاي اس ار ايكويفلنت سيريز ريزيستنس هو عباره عن الدلتا اي سي مضروب في مين؟ في قيمة الار سي. مين الار سي؟ ده الايكويفلنت سيريز ريزيستنس والدلتا اي سي ده التشنج اللي بيحصل فين؟ في الكباسيتر. تيجي نشوف كده الكباسيتر كرنت اهو. اكبر تشنج بيحصل فيه ان يكون القيمة بتاعتي هي مين؟ الاي سي ماكسيموم. طيب ما احنا قلنا الاي سي ماكسيموم في الدائرة دي هو عبارة عن مين؟ الاي دايت ناقص الاي ار. فاحنا لو بنقول ان الاي دايت اهو في الاسامبشنز احنا قلناها هنا الاي دايت افريج مسحنا تقريبا. طيب في الاي دايت افريج قلنا تقريبا الاي ار بيكون صغير جدا فنهمله، فمش هيتبقى عندك غير مين؟ ان تقريبا الاي ال اللي هو الاي دايت في الريجن الثانيه دي هو تقريبا بيساوي مين؟ الاي سي. فالماكسيمم فاليو اللي هي النقطه دي اللي هي النقطة دي اللي هي النقطة دي. فتقريبا ممكن نقول ان دلتا اي سي هو الاي ال ماكسيمم مضروب في مين؟ في الار سي.
الاي ال ماكس هم فين الايكويشن بتاعته؟ يبقى انا الدلتا في اوت من اي اس ار يساوي في اس في الدي على واحد ناقص دي سكويرد في الار بلس في اس في الدي في 2 اف ال. ده مين؟ ده اللي هو الدلتا اي ال ماكس مضروب في مين؟ في الار سي اللي هي الايكويفالنت سيريز ريزيستنس. انا كده اقدر احسب من المعادله دي الفي اوت ايه؟ الدلتا في اوت نتيجه الاي اس ار او الايكويفالنت سيريز ريزيستنس. دي المعادله الاخيره اللي معانا. احنا كده استنتجنا ال مينيموم بكام؟ استنتجنا الدلتا في اوت على الفي اوت بكام؟ او منها نطلع الدلتا في اوت نتيجه الكاباسيتنس، وكل ما الكاباسيتنس زادت كل ما الدلتا في اوت مالها قلت، وهنا تاثير السيريز ريزيستنس على الفي اوت الموجوده. بس زي كده زي بقيه المحاضرات او زي الحاجات اللي قلناها في الاسابيع اللي فاتت كده. يبقى احنا خلصنا مع بعض دايره الباك ودايره البوست، والنهارده شفنا مع بعض دايره الباك بوست. تمام، شكرا.